كان الموضوع الأساسي لهذه الجلسة مسألة مشروع القرنة الكبير، وكان أيضا من مقررات الجلسة اليوم أن نناقش مسألة اللجان والتصويت على اللجان، ولكن لأهمية موضوع مشروع القرنة وما يعاني أهلنا في قضاء القرنة، فارتأينا تأجيل مسألة التصويت على اللجان لأن حتى نشبع موضوع مشروع القرنة المناقشات ونخرج بقرارات مناسبة تخدم ناسنا وأهلنا وإرجاع استحقاقاتهم وحقوقهم. فلذلك اليوم الجلسة اقتصرت على مسألة مناقشة هذا المشروع، وخرجت مجلس المحافظ خرج بتوصيات وبقرارات إن شاء الله تكون قرارات صحيحة تخدم المواطن البصري وأهلنا في قضاء القرنة. من هذه التوصيات أول مرة استجواب قائم مقام قضاء القرنة، وأيضا استضافة مدير المشاريع في محافظة البصرة وكذلك المهندس المقيم ومدير المتابعة ومدير البلدية في قضاء القرنة، وأيضا استضافة شركة خطيب وعلمي للاستفسار عن تأخير المخططات، وكذلك أيضا محاولة إن شاء الله تشكيل لجان وتوصية لمحافظة البصرة بالإسراع لإتمام هذا المشروع سواء على مستوى إدخال شركات أو غيرها من الحلول السريعة لمعالجة هذه التداعيات في قضاء القرنة. يعني سحب العمل من الشركة هو حل من الحلول، ولكن ليس هو حل جذري، باعتبار تعرف اليوم إذا تريد تسحب عمل من شركة لازم تدخل في مع القضاء، وأيضا تأخير راح يكون هناك سبب تأخير، لأن يعني الشركة أعتقد ستقدم اعتراضات وستقدم استئناف وشكاوى، وهذا الموضوع ما يخدم أهلنا اليوم بالقرنة، لأن يعني إحنا اليوم نريد نضع لهم حلول سريعة، فأعتقد يمكن هاي تأخذ سنة سنة ونص سنتين ويكون المشروع متوقف، وهذا مو من مصلحة القرنة. اليوم إحنا نريد نضع حلول حقيقية لإكمال المشروع بأتم وجه، وأعتقد يمكن أكفت حلول كثيرة، وأعتقد يمكن المحافظة ملزمة بإيجاد هذه الحلول، وإن شاء الله قادرة على إيجاد هذه الحلول وإنهاء هذه المشكلة.